نخيط هذا المونطو اللي فصلت معاكم. هنا راه ركبت هنايا هذا ديكو الخياطه اللي غندير هنايا. من الاحسن ديروا البانكات هكايا وغندور عليها بالخياطه سنتيم ديال الخياطه. غنشوفو الطريقة ديال الجياب. غنخيط الجياب معاكم الجياب بالسنسلة. هاد ديكوب راه خيطتها وريتكم الطريقة ودوس لها السورجي هنايا. دابا غنوريكم الطريقة ديال السنسلة. هنا راه طراسيت هاد بلاصة الجيف من فصلت درت فيه 13 سنتيم في العرض. جبت السنسلة ديالي. هاد السنسلة راه كبيرة ملقيتش القياس ديال 13 سنتيم. غادي نحطها هكا بالمقلوب. هذا هو الوجه ديال السنسله. غنحطها بالمقلوب هكا. غنجيب هاد الجهه هادي راني مطراسيه هنايا ومطراسيه هنايا فين غنحبس وغندوز عليها بالخياطه هنايا. هاد الخط يبقى في الوسط اللي عندي معلم ما ندوزش عليه بالخياطه يبقى في الوسط. دابا ندوز على الجهه هذيك هي الاولى. عاد نوريكم الجهه الثانيه. هنا راه عندي الصباط ديال السنسله. راه كاين هذا الصباط هذا كيتباع ديال السنسله كيكون عنده غير جهه وحده. هذه هي الجهه اللي خيطتها كما شفتوا. هنا الطراسه تبقى لي في الوسط. غادي نجيب هاد الجهه هادي وغادي نقلبها هكا. هادي القلبه الاولى وغنولي نقلب القلبه الثانيه. ها هي غندير هاد الحاشيه هادي غنديرها عند هاد الحاشيه هادي. وهاد السنان غيجي السنان من هاد الجهه ومن هاد الجهه والحاشيه تجيو ملاقين في الوسط. ونخلي سنتيم واحد هو اللي نخليه في الوسط. نبدا من هنا هو فين معلمه بالطباشير لهاد البلاصه هادي اللي معلمه هنا عاد بالطباشير 13 سنتيم. ندوز بالخياطه ونخلي سنتيم واحد في الوسط. كما شفتو هنايا نديرو بحال المثلث اللي كنديرو في جيب باسبوال. غنديرو هكا غنوليو نعاودو هكا. نديرو بحال شكل المثلث مي غادي نقطعو واحد الخياطه هادي ونوليو نرجعو لهاد الخياطه هادي. نجيو لهنايا لهاد السلسله وغادي نحلوها هكايا باش ما نقطعوهاش. نشدو التوب من هنايا في النص دايما نحلو من هنا بيدينا باش ما نقطعوش. صافي نقطع من هاد الجهة هادي نمشي لهاد الخياطة اللي عندي هنايا. حد هانيش غنحبس لهاد الخياطة اللي عندي هنا. نحاول ما نقطعش الخياطه. صافي هاد المثلث اللي عندي هنايا والجهه الاخرى حتى هي غندير لها نفس العمليه. دابا غنقلب السلسله لداخل. هاد القنيتات هكا
الشعاع. هذه السلسله ديالنا، مازال غنعاودوا لها الخياطه من هنايا. غادي نشد بعد هاد المثلث هكا بالخياطه من هنا، غنشدو معاه الطريف ديال السلسله هكايا، غندوز عليه من الخياطه من هنا. انا شديته من الداخل، ونشد عاود هذا هنايا. هنا راه دوزت الخياطه في هذه البلاصه، هذه في هذه المثلثات. هنا كدوزي غير بيدك، ما كتبركيش بالفران باش ما يتهرسلكش الماكينه في هذه السنان ديال الحديد، حيت عندي انا السنان ديال الحديد ماشي ديال البلاستيك. دوزي هكا تبقاي دوري الليبره غير باليد. دابا نقطع هذا الزايد اللي عندي هنايا، هذا هو الصباط اللي قلت لكم ديال السلسله. راه كتكون عنده غير جهه وحده، باش ملي كتحطي تخيطي السلسله كيدوز هكا حدا السنان، والابره كتضرب في هذه الخويه اللي عنده هنايا من هنايا. الجهه الاخرى عاود ملي كتبغي تخيطي هذه الجهه كتقلبي من الجهه الاخرى عاود دوزي من هنايا، باش كتجي خياطة حدا هكا قريبة لهنايا. غنجيب هاد القطعة هادي اللي قطعت هنايا، غنلصقها هنا مع هاد الجهة التحتانية هكا، غندوز على هاد الخياطة هادي اللولة اللي كنت درت هانتي. هنا راه كتبقى مفينيه فهاد البلاصه هادي، كيبقى داكشي من التحت. ولا خلاص المونطو اللي كنتو دايرين له التبطين دير له زعما الدوبلور، هذا انا ما درتلوش الدوبلور. الا بغيتو ديروا له الدوبلور فمن الاحسن، كيجي مفيني من الداخل. هاد البلاصه هادي عاود نلصقها من هنايا هكا من الداخل، باش ما يبقاليش داك التشنتي في خارج على برا هكا. وندوز بالخياطه هنايا، غنشدي هادي نحيد داك الشيء عاود، وغندوز بالخياطة من هنا. هنا راه غندوز هنايا بالخياطة عاود هاد الجهة و هاد الجهة. قبل ما ندوز بالخياطه ندير بعدا هاد الخياطه اللي عندي هنا، غندوز هنايا بعبر الصباط ندورو من هنايا، باش نبغي نخيط داك عبر الصباط نحل هاد الصاك هذا من الداخل باش ما نخيطوش، وندوز عليه بعبر الصباط. غنبدا من هنا وندور نولي نرجع عاود. هنا دوزت عبر الصباط كما شفتوا، هذه هي السنيسله ديالنا راه كتجي زوينه. هنا غندوز الخياطه للصاك في الجناب، داك الزوائد راه غيتحيدوا بالسورجي. كنهبطوا قبل داك 13 سنتيم اللي دايرين في الجيب، باش ما كيجيش كبير من الداخل صافي. وكنرتق ضروري من الترتاق ديال الخياطه باش ما كتحلش،
هنا غادي نفصل معاكم هذا الكول اوفيسي، راه درتو عريض على حساب كيجي طالع، درت فيه 9 ديال السنتيم، والطول ديالو درت 24، وزدت عليه 5 سنتيم ديال الكروازي اللي غيجي مكروازي الجهة ديال الجهة اليمين، زدت 5 غير في جهة وحدة غير في الجهة ديال اليمين. فهاد الجويهة كندخل 1.5 سنتيم باش كتجيني مقوسة صافي، وكنقطع ندور مع داك التقويصة ديالي كندور معاها باش تجيني دايرة. نشدو بالبانكا ونقص 1 سنتيم من الجهة اللي كتكون عندي لاصقة في الكول صافي، نخرج ما زيرو في التالي. هذا هو الكول ديالنا، هنا غنلصق السلسلة ديال الشمال الجهات الشمال عادي، كنحط السلسلة وناخد سنتيم ديال الخياطة ديالي، والسلسلة دائما كتكون هي من الجهة الفوق، من الفوق التوب اللي كيكون عندي من الجهة ديال السنان. صافي كنخلي داك السنتيم ونص ديال الخياطة، هنا غندوز نخيط الكول ديالي، ندور هكا مع سنتيم، نحاول ندور مع داك الجويهة باش تجيني مدورة. وندير كرانات تمايا باش من نقلب الكول يتقلب لي بسهولة. صافي كنحطو على المونطو كنلصقو، كنجي لهاد 11 سنتيم اللي خليت ديال السنسلة اللي باش غيجي مغطي لي السنسلة، كنحطها 5 في المنتصف ديالو، وكنحط الكول وندور داك 5 سنتيم عليه باش يجيني فيني من تما. شد هكا بالبانكات، هنا غنلصق السلسلة ديال الجهة ديال اليمين، كنحطها في الأول عادي، كنخيطها مع التوب، ناخد سنتيم ديال الخياطة ديالي ونخيطها مع التوب. هذيك الجهة اللي كنت طويت على الكول راه كنخلي 1 2 سنتيم ما كنخيطهاش باش كندخل فيها السنسلة وكتجيني مفينية. هذه هي السنسلة ديالنا، كنكملو داك 2 سنتيم اللي خلينا نولي ونخيطوها، كملوها بالخياطة وندوزو عليها بالخياطة عاود المرة الثانية. ها هي راه خيطتو، هنا غادي نحط فين عبرت داك 11 سنتيم، راني كنت مطراسية، نولي نعاود بالطباشير باش يبان لي. صافي كنحطها هكاك على داك الطراساج اللي طراسيت في الاول مي كنت كنفصل، كنجيبو هكاك كنقسمها في النص وندوز بالخياطة، نحاول ندوز على الحاشية ديال السلسلة باش تجيني داك الخياطة مفينية ما يبقاش خارجين تشنتيف. نحاول نمشي هني عشان على الطراساج باش من الوجه ما يجينيش الخياطه تجيني عوجه. صافي تمايا غادي ندور مع الكول، غنمشي مع داك التشنتيف ديال الكول راه درت له السورجي، وغندوز على السورجي نيشان.
تما غادي ندور عاود باش ندوز عبر الصباط على الكول. نحاول ندور دائما مع داك الدورة ديال الكول باش تجيني دايرة. هتوبة دار غلط ديال الكاشمير كيما قلت لكم، وطلع مونطو زوين الصراحة، طلع زويون الموديل ديالو. صافي غنولي ندور من تمايا رتق. هذا هو الكول ديالنا، راه كتجي داك الجهه د اليمين كتجي راكبه لي على الشمال، وكندير له واحد جوج صدايفات تما في الكول. هذا هو المونطو ديالنا، داك السلسله راه كتجي مغطيه. هنا راه ركبت لكم. هنا غادي ندير لوغلي ديالكم 3 ديال السنتيم. هذا هو الكميم ديالنا كما شفتوا، راه كندوز 3 سنتيم كندوز عليها بالخياطه من التحت حتى هو، غادي ندير له 3 ديال السنتيم. ها هي راه تزوزتها. هذا هو المونطو ديالنا، نتمنى يكون الشرح مفهوم. ما تنساوناش من الاشتراك والدعم.